في نهاية المطاف الحسرة على اللي بموت ولا بصحيح انتهى انتهى. أنا أكثر يعني ما يثيرني حين يموت أحد الناس سواء كان عالما أم جاهلا كبيرا أم صغيرا كذا أكثر ما عند الناس إن لله وإن شيء حسن هذا ولكن إن لله وإن يراجعون عظم الله أجركم انتهى كل شيء. وبعد أن يضع السماعة يعود يتابع الفيلم الذي يحضره يضع السماعة يعود يتابع الأكل ويبلبع ويأكل عادي تماما. يعني كما قلت مرة في خطبة لن يتوقف العالم من أجلك انتبه حتى أقرب الناس إليك أمك أبوك زوجك زوجك أبناؤك بناتك سينسونك ولو بعد حتى سنة أو سنتين ويعودون يأكلون ويشربون ويقصفون ويلعبون ويلهون. اعمل لنفسك والله الذي لا إله إلا هو العاقل هو الذي يعمل لنفسه والله الذي لا إله إلا هو أولادك الذين من صلبك لا يستحقون أن تبوء بغضب الله من أجل إسعادهم إياك أن تفعلها. وإذا اقتضى الأمر أن يغضبوا ويرضى الله فليغضبوا